السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ عاملين ايه الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله فيديو جديد هنتكلم عن مكونات انت محتاجها او محتاج تعرفها عشان تعرف تركب معاك 30 متر مربع سيراميك. بص يا هندسة، انت لو عندك متر مكعب رمل، ومتر المكعب الرمل ده بيكون 24 شكارة رمل، وعندك 6 شكارة اسمنت اللي هما 300 كيلو جرام شكارة أسمنت، تمام؟ يعني شكارة الأسمنت الواحدة بتكون 50 كيلو، فأنت عندك 6 شكارة أسمنت يعني 300 كيلو أسمنت، ومعاك متر مكعب رمل يعني 24 شكارة رمل. دولت هيفرشوا معاك 30 متر مربع سيراميك، هتركب 30 متر مربع سيراميك. بس خلي بالك، الرمل ده غير شامل رمل الفرشة، يعني مش شامل رملة الفرشة اللي بتبقى تحت السيراميك. بكده نكون خلصنا الفيديو. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلسلة دي مفيدة جدا جدا جدا، وهتغير مفهومك خالص بعد ما تتعلمها أو تعرف معلومات اللي فيها. هتلاقي دي تفكيرك كمهندس زاد بطريقة فظيعة، ومعلوماتك زاد بطريقة فظيعة. احنا لحد دلوقتي سجلنا 10 فيديوهات، تعالوا نراجعهم كده مع بعض. أول فيديو، طن الأسمنت بيكون كام شكارة؟ بيكون 20 شكارة. طب اشمعنى 20؟ نشوفها في المعلومة اللي بعدها. قالك وزن شكارة الأسمنت بتكون عبارة عن 50 كيلو جرام، يعني 20 في 50 يديك 1000، يعني طن. عشان كده هنا قلنا ان الطن 20 شكارة، لأن الشكارة 50 كيلو جرام. هندخل على المعلومة اللي بعدها، قالك المتر المكعب رمل فيه كام شكارة؟ قالك فيه 24 شكارة. مكونات متر مكعب المونة التخمير، قال لك متر مكعب رمل وستة شكارة أسمنت. مكونات متر مكعب مباني سمك 25 سنتي، قال لك 440 طوبة، مقاس 25 في 12 في 6، وبوينت 208 متر مكعب مونة تخمير. مكونات متر مربع مباني سمك 12 سنتي، قال لك 55 طوبة، مقاس 25 في 12 في 6، وبوينت 0.21 متر مكعب مونة تخمير. مكونات مونة الطرطشة، قال لك متر مكعب رمل و9 شكاير أسمنت، هيفرد معاك 200 متر مربع طرطشة. مكونات متر مكعب تخمير بياض محارة، قال لك متر مكعب رمل 7 أسمنت، هيفرد معاك 30 متر مربع محارة. مكونات تحتاجها عشان تركب 30 متر مربع سيراميك، قال لك متر مكعب رمل اللي هو 24 شكارة، 6 شكارة اسمنت، ده بدون رمل الفرشة. زي ما بقول لكم، معلومات قيمة جدا جدا جدا. احنا لحد دلوقتي سجلنا 10 فيديوهات هيترفعوا على القناة، ولسه باقي 90 فيديو بإذن الله. فياريت لو شايفين ان المحتوى مفيد اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس، استنى الفيديوهات اللي جاية، وادعوا اصدقائك واعمل لهم منشن علشان يجوا يشتركوا في القناة ويستفيدوا وطعم الفائدة. زي ما انت لقيت المعلومة بالسهل، خلي زمايلك يلاقوها بالسهل، ونساعد بعض. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.